مشاهدينا، طبعا في حاجات كتير جدا اتغيرت في حياتنا، من ضمنها مساحات بيوتنا. كان زمان بيوتنا بتبقى واسعه والاسقف عاليه وفيها زي ما بيقولوا كده الحصان يجري فيها. دلوقتي للاسف مساحات بيوتنا قلت، وبقت كل زوجين مقبلين على الحياه الزوجيه، او اتنين يعني مقبلين على الحياه الزوجيه، بيبقوا مش عارفين يعملوا ايه في البيت عشان يبينوه بطريقه اوسع ويحطوا فيه ديكور ألذ وحاجات اكتر. هنعرف النهارده من مهندسه الديكور يسرى شلبايه ازاي نستغل المساحات الضيقه ونحط فيها حاجات حلوه وعلى ذوقنا برده بطريقه لذيذه. بنرحب بيكي مهندسه يسرى. ازيك؟ ازي حضرتك؟ شرفتينا في النص الحلو. اهلا بيكم، منورانا. طيب في البدايه، ازاي اعرف ان الشقه دي بتاعتي انها صغيره واني انا مش عارفه اتصرف ولا عارفه اني استعمل الحاجات البسيطه اللي فيها، يعني ضيقه عليا جدا؟ احنا اول ما بنخش واضح انها صغيره، بس مع لما نجيب حاجتنا ونبتدي، وبعدين شويه شويه انت عارفه الستات يبتدوا يشتروا هدوم، يبتدوا يشتروا حاجات، فابتدي الشقه تحسيها انه هي تكش كده، تصغر حاجات كده. يعني انا هقول يا ليلى، قصدي ان المساحات بتخم، يعني ساعات مثلا تحسي كده ممكن وهي قبل ما تتملي تحسي ان هي في عندك مساحه، بعد كده تيجي تفرشي بقى تحسي ان المساحه قلت. احنا في خطوات بنتبعها واحنا لاول ما ناخد بيت صغير. اول حاجه في تشطيب البيت نفسه، في تشطيب البيت لازم نراعي حاجات معينه في التشطيبات، زي مثلا لون الحوائط. لون الحوائط لازم تبقى فاتحه ولازم تبقى ساده، ما نحاولش بقى نحط وول بيبر منقوش، نحط الوان غامقه، لا فاتحه يعني ابيض ابيض، ارجوه ان احنا نحط في الابيض او اوف وايت بالكتير قوي يعني. الارضيات برضو سواء هنعملها بورسلين او رخام او حتى خشب، ناخد الوان فاتحه خالص، اوف وايت، ابيض، بيج فاتح خالص. في الاضاءه، اضاءه المنزل، لما هنيجي مثلا هنعمل الجيبسون بورد، الجيبسون بورد في الاسقف، هنبتدي نعمل بيوت نور علشان السبوتس تخلينا نوفر في ان احنا نحط اباجورات. الاباجور هتاخد مساحه في السقف وتضيق الدنيا. نعمل اضاءه كونسنتريتد او اضاءه مركزه قوي واحنا بنختار. بس في ناس كتير بتحب تلعب، تعمل ديكور في البيت، تلعب في الالوان، تلاقيها حاطه لون مثلا ابيض وتحط لك من هنا اخضر ومن هنا اصفر ومن هنا عارفه. لا هو احنا بنهزر، بس لا في ناس كتير بتحب تلعب بشويه بالذات في الصالون يعني. يستحسن لا اول بيت صغير يعني، عارفه لو بيت كبير نسمح فيه ان احنا نلعب ونعمل حتى ديكورات كتيره، لكن لو بيت صغير الالوان تبقى ساده، تبقى فاتحه، ممكن نلعب شويه في الفرنتشر. واحنا بيجي نعمل نفرش البيت نبتدي نفكر في موضوع الفرنتشر اللي يبقى فيه الوان. بس طب يعني الاحسن بقى واحنا بنختار الفرش نختاره، يعني نختاره ولا نفصله؟ غالبا هنفصله، لان اوضه النوم مثلا الرئيسيه يستحسن احنا نجيبها من غير دولاب ونعمل الدواليب بيلت ان. البيلت ان دي بتوفر في المساحه وتبقى الدورف اللي هو سلايدنج. الجرار اللي هو محفور في الحيطه ده. سلايدنج. في كمان خطوه مهمه قوي، يستحسن في البيوت الضيقه لازم يبقى اوبن كيتشن. انا الاوبن كيتشن ما بحبش فيه في البيوت الواسعه، بس البيت الضيق الاوبن كيتشن بيوسع كده وبراحه، خاصه كمان لو انت مشطبه بقى السيراميك في المطبخ جوه لونه فاتح، المطبخ لونه جميل، في اضاءه حلوه، وممكن تعملي كاونتر يخليكي ما تعمليش اصلا سفره، تعملي كاونتر بار كده تقعدوا تاكلوا عليه، فتبقى افضل بكتير. طب في ناس بيحبوا يستعملوا المرايا، رايك هذا ممكن يكون حلو؟ المرايات الكتيره توسع المكان. المرايات الكتيره في المساحه الضيقه بتدي ريفليكشن حلو وتوسع. طب شو اكثر مشاكل بتواجهيها بالمساحات الضيقه؟ شو اكثر مشكله بتحسي ما عم تقدري تقنعي اثنين حيتجوزوا جديد ويعملوا بيت انه اعملوا الفرش؟ الناس في مصر بتقتنع بحاجات معينه لازم تحطها. اي قطعه موبيليا هنحطها لازم يبقى ليها استخدام، لازم تبقى مش استخدام كمان، تبقى مالتي فانكشن. مالتي فانكشن يعني متعدده الاستخدام، مش مجرد ان احنا نحط مثلا صوفه كنبه لمجرد بس كنبه، لا ليه كنبه ممكن تكون تتفتح سرير، ممكن يبقى فيه ستورج تحتيها نخزن فيه حاجات. يعني كل قطعه نختارها في الاساس لازم تبقى ليها كذا استخدام، ولو حاجه للمنظر بس ما نحطهاش عشان دي بتبقى مشكله قوي عندنا. ده لازم السفره وهما بيلها عروسه بتشتريها تبقى عايزه ترابيزه كبيره ونيش، واللي هي القطعه الصغيره البوفيه دي، يعني بيبقى السفره مثلا لوحديها بس ثلاث قطع يعني على الاقل. في سفر دلوقتي بتبقى مجرد ترابيزه باربع كراسي كمان، ما بقتش سته وثمانيه، بقت اربع كراسي، ترابيزات مدوره او مربعه ومعاها بوفيه بس. بس في ثوابت عند العالم يقدروا يطلعوا منها دي كده. هيدي اللي عم تحكي عنها دي مالتي فانكشن، دي تبقى سرير، تبقى كنبه، تبقى ترابيزه ويطلع منها بوفات، بوف الناس تقعد عليه. حلو.
الحاجات المتعدده. بتشجعي شيء الاسره فوق بعضهم بغرف الاطفال او بغرفه الضيوف؟ في غرفه الاطفال دي برضو ده سرير بيطلع من تحت بيبقى سلايدنج كده جرار على المكتبه، فاحنا استخدمنا هنا الحيطه كمكتبه وفي سريرين للاطفال. اوكي. وممكن برضو يستخدم اوضه للضيوف لو احنا ما عندناش اوضه ثالثه، ممكن نستخدم ده زي اوضه للضيوف اللي هي الكنبه الصغيره. انا مقسمه الصور هنا صور للفرنتشر المالتي فانكشن اللي هي المساحات الصغيره، وصور بقى للمساحات الصغيره نفسها البيت نفسه. دي ترابيزه وبيطلع منها زي سلايدنج كده ترابيزات صغيره، ده فكره زمان فكره الطبليه، الناس بتحب تاكل كتيره ممكن تاكل على الارض، فدي حاجه شبيهه ليها. طب يسرى الالوان برضو بتاعه الفرش، يعني هل فعلا ممكن لون عن لون يدينا فرق في المساحه؟ يعني مثلا لو انا اخترت الفرش بتاعي غامق ممكن يديني راحه لعيني اكتر مع المساحات الضيقه، ولا اختار برضو لون الفرش لونه فاتح؟ انا دايما بقول في الفرش العادي ان احنا نختار الاوبوزيت، يعني لو هعمل حيطان فاتحه اعمل الفرنتشر غامق، لكن او لو الفرنتشر فاتح يبقى الحيطان غامقه، بس في المساحات الصغيره الاثنين بالنسبه لي لازم يبقوا فاتحين ومش اوبوزيت بقى ماتشنج مع بعض. يعني لو الحيطه بيضه اختار الفابريكس الوان فاتحه وفي نفس الوقت ماتشنج معاها، اصفر اورانج والوان سخنه كمان. وزي ما قلت الحيطان لما تبقى ساده هبتدي احط ارت وورك على الحيطه، تابلوهات او حاجات فيها الوان سخنه وحلوه. اللبني السنه دي موضه قوي على فكره. لا والله. اللبني موضه قوي في حاجات كتيره، في اللبس حتى في الاكسسوارز. الاول كان الموضه البني الغامق في كل حاجه، يعني لا اللبني والبينك موضه قوي السنه دي في الفابريكس، هتلاقوه في الستاير في السجاجيد حتى في الوان الحيطه رجع البينك تاني، البينك الدرجه الهادئه. طب المطبخ ازاي نقدر نتعامل معاه لو صغير؟ يعني ازاي نتعامل مع الاضاءه بتاعته، ازاي نتعامل مع الالوان لو هو صغير؟ مثلا انت عارفه الست بتحب تحط حاجات كتير، عارفه اجهزه كتير. اجهزه كتير. هو مبدئيا ان احنا هنعمله اوبن كيتشن، مطبخ مفتوح امريكان كيتشن اللي هو المفتوح، ونبتدي ان احنا حتى الماشينز اللي فيه الغساله والبوتاجاز وكده برضو نجيبها الوان فاتحه، بلاش الالوان نجيبها. طبعا حاجات حجمها صغير، نحتاج حاجات حجمها صغير وبرضو تبقى بيلت ان. الحاجات البيلت ان بتريحني شويه في العينين في طريقه الفرش. بستخدم كابينتس كتيره، يعني كابينتس من تحت وكابينتس من فوق، وممكن اعمل كابينتس لحد السقف. ما عنديش مشكله ان يبقى في ستورج لحد فوق بحيث ان انا استغل كل مساحه فاضيه عندي. طب هذا في حاله انه انا عم بعمل البيت، يعني اعمل اوبن كيتشن. لو انا عندي خلص بيتي موجود والمطبخ عندي مش مفتوح على الصاله، يعني انا محكومه بهذا البيت، في حلول انه يعملها الواحد بالمطبخ مثلا انه يستغل مساحات معينه؟ في كثير اجهزه تلاقي الناس مش لاقي اماكن حطوا اشياء فوق بعضها. اهم حاجه للست اصلا في البيت عايزه تحس بالوسع والبراءه، هي اللي احنا نقفلها ككابينتس او بلاكار لحد السقف. في التشطيب نفسه نختار سيراميك لونه فاتح والمطبخ كمان يبقى لونه فاتح، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن الاثنين يبقى لونهم فاتح، ونبتدي نلعب بالاضاءه. يعني ممكن نحط سيراميك ابيض وفي نفس الوقت المطبخ يبقى هو نفسه كخشب لونه ابيض، وابتدي اعمل باك لايت في الكابن في الوحدات المتعلقه دي من ورا، فتبتدي تنور لي وتعمل فرق ما بين الاثنين الابيض كسيراميك وككابينتس. لا هو بس عم تحكي عن الإضاءة، أنا تذكرت شيء، في ناس بيحبوا يفتحوا بالسقف فتح يدخلوا إضاءة طبيعية، أو موضوع الشبابيك، يعني بتحسي إنه هذا الشيء بيوسع العين جوا البيت. طب يفتحوا السقف يا رشيد، طب لو الدنيا مطرت يعملوا إيه؟ لا ده ديكور بيجي فوق السلم، يعني شفت بيوت بتستعمل السلالم بيكون مساحة البيت ضيقة بس هو عالي، فبتلاقيهم عاملين فتح. هو الستايل ده عندكم اكتر في سوريا ولبنان وكده. صح، انا استغربت لان ازاي ما عندناش الكلام ده في مصر خالص. هي فكره تحفه، هي فكره ابتدت شويه ناس في مصر يعملوها، بس هي محتاجه تبقى فيلل صغيره مثلا. يعني ما عندكمش ان تفتحوا من فوق كده؟ لا تفتحي على الجيران فوق. لا احنا على فكره احنا في تونس كمان عندنا ان بجد نفتح كده من فوق، حتى وانت بالصالون قاعده بيكون عندنا فتحه بتكون ازاز. يعني انتوا دايما بيوتكم كلها حتى جملون، فلما الحاجه تبقى حتى فيها جملون كده الشكل ده تقدري تفتحي، ما بيبقاش في حد فوقيكي، والبيوت عندكم دورين. هو ابتدى في مصر طبعا ليتر الكومباوندز اللي موجوده وكده يبقى في ستايل البيوت صغيره وفي نفس الوقت تقدري ان انت تفرشيها وتعمليها بستايل حلو، وتعملي فكره برده السقف ويبقى الفيو حلو على الجاردن. فممكن تعملي تشيلي حيطان وتبتدي تعمليها كلها سيكوريت ازاز اصلا. سويسا ثقافه البيت الشرقي اصلا البيت المصري، انا بعرف انه هو بيت مفتوح القديم الكلاسيكي، بتحبي تعملي شيء شرقي بالديكور للناس اللي بيسالوكي؟ لسه لحد دلوقتي الناس بتحب الحاجات الكلاسيك والحاجات اللي فيها مذهب واللي فيها يعني، وانا بحب الحاجات دي، مش يعني مش لازم ان احنا نتبع ان هي، وممكن يتعمل في بيت صغير. مش معنى ان هو بيت صغير ان انا اعمله مودرن. هيدا على حسب راحه اللي قاعد في البيت، في ناس بتحب الكلاسيك
اطقم اطقم اوبيسون او صالون او حاجات كلها بالمذهب بتبقى بتيت كده والكرسي صغير والكنبه صغيره. عجبتني دي بتيت. حاجات صغيره القعده عليها مش مريحه اللي هي القعده ما بتبقاش مريحه. طيب لو حد عنده اطفال ما شاء الله والبيت صغير وهي الست انت عارفه اكتر حاجه انها في المطبخ تعمل ازاي؟ تنصحيها تعمل ايه في الحاله دي؟ اي جزء عندها فاضي تقفله كابينت، تقفله دولاب على طول للسقف عشان تحط فيه لعب كراكيب اي حاجه اي حاجه اي وحده وتطلع بيها وترمي كل حتى حاجه حتى لو ان انت تقفلي. في ناس بتقفل من السقف من فوق ينزلوا بالسقف ويقفلوا وحدات بتبقى بتتعمل كده بدرف تبقى تقفلي السقف تعملي سقف ساقط والسقف ده تخزني فيه ومفاتيح بقى يا يوسف. مش شرط ده اكتر حاجه في اوروبا بيعملوا كده حتى تحت بيعملوا بيحطوا حاجات يعني كانه جراج عارفه بس تحت كده وانت تكوني قاعده ما تكونيش عارفه انه تحت السجاده دي في حاجه الطرقه مثلا الطرقه دي حاجه مش مستخدمه لو مساحتها حلوه تقدري تقفلي جزء من فوق لتحت. كل ما تعملي في البيت صغير كابينتس كل ما هتبقى الموضوع بجد يعني. في دايما ليلى بتحسب حساب الاطفال لانه عندها فنان ما شاء الله بالبيت كمان بالنسبه للحيطان الفاتحه يعني هي هتبقى هو دلوقتي هتتعمل توكر موضوع. انا بالنسبه ليا عندي ديكور هائل في البيت فانا مش محتاجه ان حد يعمل لي الديكور دلوقتي الالوان الفاتحه عشان الناس بقت تخاف من الموضوع ده. في الدهانات دلوقتي نازل دهانات متطوره قوي بتتغسل بتتغسل كله نازل دلوقتي يعني اي طفل يقعد يخربش في الحيط على طول تتنضف بتغسليها بيبقى فيها جزء من الاكريليك ده تقدري تغسليه وتصبنيه ويرجع زي ما هو. حتى في الفابريكس تقدري دلوقتي والله الاطفال بياكلوه يعني لو بتحطي ما تحطي يعني حتى لو تجيبي له بتبع التنظيف ده يعني لو ما فيش حل الا تلاقيهم الحيط يعني زي الدوبرمان بياكل. لا 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 بصي هم الدهانات تطورت يعني قوي والاقمشه تطورت قوي يعني دلوقتي ممكن تحطي كنبه بيضه ما فيش حد كان بيعمل كده زمان ليها بقى لو حاجه اتوسخت او حاجه بالظبط كل الماتيريالز دلوقتي بقت تتغسل ان شاء الله حتى بسوسته او باستك تطلعيها ككفر وتغسليه وترجعيه تاني. طب يسرا يعني انت مهندسه ديكور ايه اكتر مكان في البيت وانت بتعملي تصميم للديكور بيت يعني بياخد منك تفاصيل وشغل اكتر؟ المطبخ علشان زي ما انت قلتوا بتبقى الست محتاجه تحط فيه حاجات كتيره وبتقضي فيه فتره طويله من يومها فبيبقى محتاج اولا يبقى انا بحب المطابخ المودرن عامه وبنصح الناس ان هي تعمل مطابخ مودرن لان المطبخ المفروض الوحدات والدرف فيه ما يبقاش فيها تفاصيل كتيره تبقى ساده ويبقى لون ساده وتبقى الدنيا مريحه للعين. واوضه النوم الرئيسيه طبعا اوضه النوم الرئيسيه ليه؟ لان هدومك وهدومه والجزم والحاجات والاكسسوارز. انا كنت لسه عايز اسالك لما بيجي لك عريس وعروسه العريس يعني الزوج بيهتم باني مكان في البيت والزوجه بتهتم الراجل بيهتم بالليفنج روم عشان اهم حاجه يبقى ليه كرسي ليزي بوي او كنبه مريحه وتلفزيون قدامه. الست المطبخ واوضتها عشان تهتم التسريحه بتاعتها المرايه تبقى كبيره دولاب. يبقى الدولاب السبوتس وهي بتعمل ميك اب يبقى التاثير. طب اللي عندهم مثلا زي ما قلنا البيت صغير وغرفه وكذا وصار عندهم ملابس كتير يعني هم ما عندهمش الحاجات اللي دلوقتي كنا بنتكلم فيها لحد بقى ما ربنا يفرجها عليهم ويعملوا الحاجات دي تنصحي بايه؟ يعني ازاي يعملوا ازاي يرتبوا حياتهم يعني حتى في شغلهم يعني ازاي يقدروا يعملوا الحاجات دي؟ الفرنتشر لو هنتكلم على السرير نفسه لازم السرير اي سرير في اي بيت لازم يبقى فيه ستورج من تحت. يعني قصدك انه يحطوا الحاجات تحت السرير؟ تحت السرير يبقى فيه دراج يبقى فيه حاجه لا وهي بتكون بحاجتها يعني ما تقدرش كل شويه يعني لو انا مضطره استخدم الحاجات دي بتبقى بدراج وفي حاجات كمان بتبقى ترفعي السرير نفسه وتجيبي حاجتك من تحت. حلوه هي غرفه النوم دي الاقيها فين؟ لا في مصر على فكره في دلوقتي حاجات المالتي فانكشن دي عشان على طول اروح اخدها انه ده حل مناسب لا جدا. انا عمري ما شفت في مصر اللي هي الاوض ممكن صورة. ارفع السرير لا بقى دلوقتي في كذا برودكت دي هنا بنرفع السرير يبقى كنبه كمان عارفه اللي عارفين كان بتيجي دايما في افلام زمان او الافلام الاجنبي السرير اللي بيبقى في الحيطه القديمه اللي هو بتلاقي اللي في الفيلم أيوة بينبهر ويعتبر انه ده اختراع ان هو ايه ده ازاي السرير هينزل من الحيطه وينزل بالريموت وكده. عارفه دلوقتي انا بشوف ما شاء الله حتى السرير صار يرتب نفسه بنفسه يعني عاملين حاجات جديده انه تقومي وخلاص وهو يرتب نفسه بنفسه بجد؟ والله شفتها لسه من يومين. مش عارفه الحاجات التكنولوجي دي في مصر شويه ما بتعمرش معانا يعني انت حتى لو بتقولي عشان الاطفال وكده اي حاجه بالريموت في مصر يعني انا كنت دايما بعمل الكهرباء وحده الكهرباء بعملها بالريموت ان عشان ما حدش كل شويه يقوم يطفي النور ويقعد وكده وهو قاعد عشان الناس بتبقى تحب قاعده مركلسه دي برده مش بس مش عملي
هي عمليه بس اي حاجه يعني بس لو في اطفال صعب فيها زياده في مصر بتبوظ. الناس لسه عايزه حاجات عاديه. بدي اسالك على موضوع بيعانوا منه يعني عائلات انا بعرفهم هون بمصر ويعني بتخيل حتى برا مصر، موضوع الكتب. في شقق بجد تعرضت لاجتياح من الكتب، يعني انا بعرف كذا حدا سابوا الشقه تبعهم قد ما عندهم كتب مش عارفين يادوا. على مدى 30 سنه مثلا اثنين متزوجين بيحبوا يشتروا كتب، يشتروا كتب، يشتروا كتب طول الوقت، فالمكتبات اللي عند بالحيطان مع التسعة فبلشوا يحطوا حاجات تحت السرير وفوق السرير وفي العلب وفي الكراتين وعلى البلكون، صار المكان فعلا مش قادرين يتعاملوا معه. مكتبه يعني البيت تحول لمكتبه، فاضطروا انه يعني يقعدوا برا البيت. هل في حلول انه مثلا يعملوا شيء متعلق او ما بعرف شو بتحبي تقولي؟ في الكنب نفسه في برضو حاجات انا عندنا هنا موجوده بيتعمل فيها مكتبه داير الكنبه. صح شفتها، يبقى فيها شفتيها يبقى فيها كلها تحطي كتب. بس انا برضو يعني عدد قليل قوي من الناس في موضوع الكتب ده. يعني انا بلاقي كراكيب محدش بيقول لي انا عندي كتب كتيره مش عارفه اطفال. يعني في عائلتين اصدقائي واحد عائله منهم تركوا البيت راحوا قعدوا بالبيت تاني، سابوا البيت من الكتب. بس دي ما ينفعش. في حاجه برضو عندي مهمه قوي، ان الناس في المساحات الضيقه بتبتدي تفتح البلكونه، يعني دخل البلكونه على ريسبشن. انا مش محبذه الموضوع ده. يعني احنا واخدين بيت، البلكونه دي حاجه مهمه في المصريين طبعا. هنا عندنا البلكونه دي حاجه مش مهمه. خلاص حاسين هنحس كده ان بيوتنا بقت مقفله اللي هي بالظبط. ده ليتر الناس بقت تفكر كده على طول، كله يدخل البلكونه. طب ما نعمل قعده حلوه في البلكونه ونستغل البلكونه ونحط زرع في البلكونه. الحمامات كمان، الحمام فكره البانيو دي خلاص بقت يعني بقت ما بقتش موجوده. الشاور كابينت اللي هي مجرد على الارض او تقفليها بازاز ككابينت. طب بالنسبه للزرع، لو انا ما عندي بلكون شو بعمل؟ يعني في اشياء ممكن تساعدني اني احط زرع جوا البيت بدون ما يعني اعمل حشرات او اذي الاشياء جوا البيت؟ انا من الناس اللي بحب الزرع والورد قوي، الورد طبيعي او الصناعي. اي الحاجات دي بتدي انرجي قوي في البيت، بتدي طاقه ايجابيه قوي في البيت. وفي الزرع اللي هو بتقدري تحطيه جوه البيت في كورنرز، في فيزز، في فازات. ولو ما تقدريش ممكن نحط على الشبابيك من بره. على الشبابيك من بره قصريات زرع فيها ورد وفيها زرع وفيها ريحان وفيها حاجات. الحاجات دي بتدي انرجي حلو. طبعا احنا بنشكرك جدا. انا عن نفسي مش هقدر اخد اللي بتقولوا عليها دي تبع الكتب عشان ابني هيتخبى فيها. انا اشكرك جدا ويا رب نشوفك مره ثانيه. وفاصل مشاهدينا، وبعد كده هنرجع للشيف احمد المغازي اللي غاب علينا فتره ورجع لنا مع اكلاته الجميله.